قال ما هو الراجع عندكم في الحري المرأة الزكاة؟ الأدلة متعارضة، أدلة تدل على أن للمرأة على أن على المرأة أن تخرج زكاة مالها، زكاة حريتها ولو لزوجها، وأحاديث تدل على عدم، فتعارضت الأحاديث والأحوال أنها تخرج الزكاة. وقد اطلعت على مؤلفين تحت عنوان حري الزكاة، زكاة الحري، يأتي الأدلة وأدلتها، وفي آخر المؤلف يقول والأحواط إخراج الزكاة، ما يقول هو الراجع بل يقول والأحواط. أما الإمام الشوكاني فقد اختلفت آرائه، مما يدل على أن المسألة متعكرة. ففي أول مصنفاته وهو ثاني مصنفاته وهو وبل الغمام قال أن في الحري الزكاة، وفي آخر مصنفاته وهو السيل الجران قال ليس فيه الزكاة.